هعمل لكم كيك بطريقة حلوة جدا بالفراولة، بس برضو بدقيق اللوز. معلش سامحوني، انا جربت كل انواع الدقيق، تنفع برضو بدقيق جوز الهند؟ يعني لو مفيش امكانية تجيبوا دقيق لوز اعملوها بدل دقيق جوز الهند، اعملوها بدقيق جوز الهند بدل دقيق اللوز. بس انا النهارده عاملاها بدقيق اللوز، لان هي اصلا الوصفة بدقيق اللوز، وعايزة اقول لكم طعمها حلوة جدا. وهنستخدم كوباية واحدة بس، خلاص كوباية واحدة بمثابة ربع كيلو دقيق لوز. طيب هنبقى محتاجين زبدة ودقيق لوز، فانيلا وبيكنج باودر وبيض. معانا بقى كمان وصفة او يعني اسمها ايه، حاجة من الحاجات اللي ما استخدمناهاش قبل كده، زبدة اللوز. هي مش منتشرة قوي بس موجودة، يعني انا جايباها من هنا عادي موجودة. عايزة اقول لكم بالطعم جدا الوصفة. مش موجودة نستخدم زبدة عادية، حابين تحطوا تاتش كده بسيط استخدموا زبدة الفول السوداني، يعني زبدة اللوز ممكن مكانها، بدل لو احنا مش موجودة هنضاعف الزبدة دي. وطبعا المقادير هتنزل بالظبط عندكم على الشاشة، يعني بدل ربع كوباية زيت هنحط زبدة، هنحط ربع نص كوباية زبدة. ممكن نستبدل زبدة اللوز بزبدة فول سوداني، ممكن نستبدلها كمان بزيت جوز هند، ومعانا لبن جوز هند، ومعانا فراولة. طبعا المتاح لنا فراولة افوكادو وتوت. الفراولة تعتبر ارخص حاجة، فانا قلت ايه بلاش كل حاجة تبقى غالية كده، نظبط الميزانية. خلاص الكفتة كده خلصت، خلاص شيلها بقى على جنب واقفل النار. طيب اول حاجة هعملها ان انا عايزة اسيح الزبدة. طيب هلخبط البيض الاول، بعدين هبقى ايه اسيح الزبدة. نكسر كده البيض، ثلاث بيضات، ونعمل المقادير كده بالظبط. هنا بقى عملنا ايه، البيض لبن جوز هند فانيلا، خلاص. وبعدين هحط، طب نحط الزبدة ان شاء الله تسيح جواها، يعني تقعد كده ايه تتضرب. طيب اخلص بس الوصفة ونطلع فاصل. اهو الزبدة ايه هتسيح كده ماشي، واحط هنا البيكنج باودر مع باودر مع دي اللوز، هحط دول ونطلع فاصل اسيبهم ايه يضربوا كويس قوي مع بعض. وهحط هنا زبدة اللوز اللي قلت لكم نستبدلها بزبدة عادية او زبدة فول سوداني او زيت لوز، المهم تبقى في مادة دهنية كده شوية. البولة اهي، الحاجات اللي انا عملتها في العجانة. ابتدي بقى اقلب البيكنج باودر مع دي اللوز زي ما بنعمل في اي كيكة عادية اهو، وهحط كمان رشة ملح، رشة ملح، خلاص. واقلب اهو كوباية دقيق لوز مع ثلاث بيضات، هتظبط جدا المقادير اهي، ظبطت جدا. بصوا انا عايزاها بنفس القوام ده. طيب ابتدي بقى، بصوا دي اللي انا كنت عاملاها، هوريكم دلوقتي هظبطها واقطعها وكل حاجة. خليها بس كده دلوقتي. نجيب دي بقى او نجيب دي، ايه رأيكم ممكن نعمل في دي كنوع من انواع التغيير؟ اهم حاجة اجيب زبدة واسيحها وابتدي، دي برضه هتدينا شكل ظريف قوي. كده عشان ما تلزقش، اهم حاجة نحط زبدة عشان ما تلزقش. خلاص حاضر، هحط كده اهو. بصوا كده بقى نفردها كده، طبعا هي بتنفش ما نحطش فوق اللي فوق خالص عشان هي اصلا هتنفش وتكبر.
نحط في ربع الطبق البايركس او الصينيه بتاعت الكيكه. الحلقه بتخلص بسرعه جدا، بحس ان انا عايزه اقول لكم على حاجات كتير مش بلحق اصلا. طيب احنا كده ظبطناها اهو، اتاكد بس ايه، افردها كويس قوي عشان تبقى كلها نفس المستوى. بصوا الفراوله بقى اهي دي، بقوم اسماها كده نصين وادخلها كده بصباعي، خلاص هي هتتغطى اصلا كده اهو. اهو كده خلاص انا خلصت، خلاص هطلع بس اللي في الفرن واقطع بس الكيكه دي. ماشي انا اهو خلصت الكيكه، بصوا عليها بس كده، بصوا عامله ازاي. تمام.